حياكم الله مشاهدينا من جديد. وصلنا لفقرة مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ مع تويتر. تحدث مغرد تويتر عما تعلموه من الشعوب الأخرى نتيجة الاحتكاك بثقافات مختلفة. تقول المغردة خلود: تعلمت منهم تعامل الإنسان مع الإنسان بشكل راقي ومساعدته دون الاهتمام لدينه أو عرقه أو جنسه. فيما تقول المغردة سامية بن عاطف إنها تعلمت من الشعوب الغربية النظام والرقي، ومن الشعوب الشرقية الهدوء والطيبة، ومن الشعوب العربية بر الوالدين وقوة العلاقات. فيما قال المغرد سعيد الناجي: تعلمت أن العمل الشريف ليس عيبا مهما كان، بل العيب أن تكون عالة على عائلتك ومجتمعك. ننتقل الحين إلى موقع اليوتيوب وتقنية جديدة في صناعة الإسفلت تسمح له بامتصاص المياه. شوف التقرير. ومن صفحة سيدتي نت على الفيسبوك خبرنا التالي الذي قد يشكل صدمة عند البعض، إذ كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن تناول الحشرات يساعد في مكافحة البدانة. وذكر التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن تناول الحشرات تحتوي على العديد من المواد المغذية للنمو والتي يمكن أن تساعد في مكافحة البدانة. وجاء في التقرير أيضا أن العديد من الحشرات تحتوي على نفس الكمية من البروتين والمعادن مثل اللحم والدهون الصحية، أكثر مما يوصي بها الأطباء في الحميات المتوازنة. من حساب سيدتي نيت على تويتر: احتاجت مصممة الأزياء السعودية رانيا الغمراوي إلى نحو 1,000,000 ريال من فئة 500 ريال لصنع فستان من النقود خصصناه للعرض فقط. وقالت المصممة السعودية إنها بدأت في تصفيف أوراق العملة بعضها بجانب بعض لتثبت فستانا لافتا تبلغ قيمته النهائية نحو 1,000,000 ريال سعودي، بما في ذلك قيمة القطع الكريستال التي تم تزيينه بها. واستغرق تصفيف النقود على قاعدة الفستان نحو 3 أسابيع، وكان الهدف منه استحداث طريقة جديدة للاحتفال باليوم الوطني، خاصة أن الثوب يعد زيا تراثيا. ننهي جولتنا مع أخبار المشاهير، وفيها نانسي عجرم تحتفل بعشاء رومانسي ووائل كفوري في مواجهة حسين الجسمي. عاشقين في بداية علاقتهم وفي أجواء رومانسية جميلة، احتفل الطبيب فادي الهاشم بعيد ميلاد زوجته النجمة نانسي عجرم، حيث أقام لها عشاء على ضوء الشموع وقدم لها الهدايا. هذا ونشرت نانسي عجرم بعض الصور على صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام، حيث كانت تتناول العشاء مع زوجها وبدت جميلة ناعمة وسعيدة جداً. قدم المخرج الصيني جيا زينغ ضمن الفعاليات الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي فيلمه الجديد A Touch of Sin بحضور طاقم العمل الذين التقوا الصحافة العالمية وساروا على السجادة الحمراء. الفيلم يدور حول 4 أشخاص وعن الروابط التي تنشأ بينهم في ظل وقائع عنف غير مسبوقة. (تصفيق)
المخرج الإيراني أصغر فرهدي الحاصل على جائزة الأوسكار عرض أيضا فيلمه الجديد The Past ضمن احتفالية خاصة في مهرجان كان السينمائي، وشكل الفيلم مفاجأة مبهرة للنقاد ولرواد مهرجان كان، حيث أنه أول عمل يصوره فرهدي خارج إيران، وهو تشخيص لرحلة طويلة من إيران إلى جنوب فرنسا تتقاطع فيها الصلات العائلية الإشكالية وتتضارب فيه قيم الخير والشر. بالدموع ودعت بالأمس النجمة كارول سميحة فريقها الأخير The Young Pharaohs من مصر الذي خرج من منافسة برنامج إكس فاكتور، لتصبح كارول سميحة بعد إليسا وحيدة وتنحصر المواجهة بين وائل كفوري من خلال المشترك الأردني أدهم النابلسي وبين حسين الجسمي الذي انتقل إلى المرحلة الأخيرة بمشتركين هم محمد الريفي من المغرب وإبراهيم عبد العظيم من ليبيا. احنا مبسوطين زي ما ميشو على طول بيقول it's a win-win situation. تعلمنا حاجات كتير من الاكسبيريانس دي، ما خسرناش اي حاجه، وان شاء الله الواي بي مكملين حتى بعيدا عن اكس فاكتور بعديها. المهم ان احنا قدمنا رسالتنا وقدمنا الكلام اللي احنا كنا عايزين نقوله. بصمه الفراعنه ثابت، ارفع راسك فوق انت مصري. الله. اول حاجه الناس دي احسن باند في الوطن العربي بشهاده كل الجمهور. طبعا شكرا. بس الحمد لله على كل شيء، وكثير مبسوط الحمد لله لانه الواحد ما بهونش عليه تعبه يعني، وكنت بستنى هاي اللحظه من اول ما دخلت البرنامج، وان شاء الله نكملها للاخر، واللقب مش بعيد عن اي واحد فينا، واي واحد فينا بياخده اكيد بيكون مستحق يعني. فرحان، فيها فرحه وفيها صدمه يعني تعذبنا كثير، والحمد لله ربي ما خيب يعني، 7 شهور هلا وصلت الفاينل يعني، انجاز كبير اول شيء لبلدي وثاني شيء للاستاذ حسين، لان خلاص يعني وصلنا لمرحله صعبه كثير. زين النجم التونسي صابر الرباعي مسرح اكس فاكتور واضفى رونقا خاصا على حلقه النتائج ما قبل الاخيره. نحب نقول لهم ساعه اللي شاركوا كلهم بالبرنامج، هي فرصه مهمه لهم هم حتى يتعرفوا عند الناس، حتى يبلغوا صوتهم ويسمعوا صوتهم للناس، فهي فرصة لهم هم مهمة جدا، للي بقيوا للأخير واللي ترشح للنهائي يعني أكيد الناس حبته والناس يعني اختارته وصوتت ليه. اللي ياخذ الإكس فاكتور أكيد مبروك ليه، نبارك له ما فيش شك، واللي ما اخذاش الإكس فاكتور طبعا مش نهاية العالم، لكن بالنهاية المكسب ليه هو أنه تحب عند الناس وسمع صوته، ومن اللحظة هذه من نهاية البرنامج يبدأ المشوار متاعه، يبدأ من نهاية البرنامج هذه، فلازم يكملوا وموفقين إن شاء الله. مشاهدينا بعد فقرة المشاهير وأخبارهم بنروح فاصل قصير ونرجع لكم عشان نكمل فقرات برنامج سيدتي. مع مجلة سيدتي أنت التألق والشباب والنجاح. في سيدتي بعد الفاصل من الرياض دكتور عايد القحطاني يعرفنا على أبرز الإجراءات لسلامة المرضى في العمليات.